سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شهيدنا البطل محمد مجدي أبو شاويش الزعانين آمن بالكفاح المسلح كطريق وحيد لتحرير فلسطين، فالتحق بحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وتجند داخل كتائب شهداء الأقصى. كان شهيدنا البطل يعشق العمل العسكري، فكان من قادة الوحدة الصاروخية للكتائب في بيت حانون، فأوجع الاحتلال مرارا. فكان شهيدنا البطل يقنص الجنود في عمق توغلهم خلال عمليتهم البرية، وكان جندي الهاون الذي أرعب جيش الاحتلال المزعوم الهش، وهو يستعد لإطلاق دفعته الأخيرة من الصواريخ قصفته طائرات المحتل بعدة صواريخ، واحتضن الأرض جسده الطاهر حتى صعدت روحه الشريفة لباريها. قدم روحه لأجل فلسطين، حمل البندقية وقصف بالصواريخ عمق الكيان. اضرب على الاربيجي صواريخ الكيان وجهها، اقنص يا محمد مدها بجنود العادي ارعبها، صواريخك ترمي وتزلزل وتحرك بني صهيوني،